معي رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق. هدفنا لدرسنا لليوم أو تحدد مركبتي كل متجه، اثنين تحسب مجموع متجهين أو طردين بطريقة الرسم، ثلاثة تحسب مجموع متجهين، هذا محور X وعندنا هنا محور مين؟ محور Y، محور ومحور Y. فيقول لك النظام الإحداثي يشبه وبكة مرسومة على شريحة شفافة فوق الرسم التخطيطي للمسألة التي يكون فيها كل المتغيرين يساوي صفر. نقطة الأصل هي النقطة التي يكون فيها كلا المتغيرين يساوون صفر. لاحظ هنا أنه محور X يمثل بسهم يمر، هذا اللحظة عندنا محور X يمر بنقطة الأصل، وأيضا كمان Y بنفس الطريقة سهم يمر من نقطة الأصل. ولاحظوا معايا دائما الزاوية ما بين محور وX هي عبارة عن كم؟ عن 90، على سلام الرحمة جميعا. محور Y دائما عمودي على محور إيه؟ على محور X. محور Y عمودي على محور X. نرجع نقولها، نقطة الأصل هي النقطة التي تكون فيها قيمة المتغيرين تساوي صفر. X يرسم بسهم يمر من نقطة الأصل بشكل أفقي، الY يرسم بسهم يمر بنقطة الأصل بشكل عمودي، الزاوية تكون بين المحورين مساوية للتسعين. مركبات المتجهات، أي متجه، إيش هي الجهات؟ أعطوني أمثلة على الكميات المتجهة. إيش هي الكميات الفيزيائية المتجهة؟ أعطوني أمثلة عليها. مثل ماذا؟ يعطوني أمثلة على الكميات المتجهة، كميات فيزيائية متجهة مثلا. وكمان إيش كمان عندنا؟ التسارع. وكمان السرعة المتجهة. هذه كلها عبارة عن كميات فيزيائية، كميات فيزيائية متجهة. جميل، هذا هو عندنا، هذا السهم يمثل الكمية المتجهة، يمثل الكمية المتجهة في بعدين. عشان أنا أحصل أركب على مركبات هذا المتجه، أروح أسوي عملية إسقاط، عملية إسقاط من السهم، من نقطة من رأس السهم، عملية إسقاط على محور الإكس، أحصل على الأي إكس، أحصل على مين؟ على الأي إكس. أيضا كمان أسوي عملية إسقاط على مين؟ وأحصل على مين؟ على الأي واي، على الأي واي، على المركبة للمتجه أي على محور. هذه هي نفسها. عرفت الحين كيف حصلنا على المركبات؟ نسوي عملية إسقاط من رأس المتجه على محور X للحصول على مركبة الإكس أي إكس، ونفس السهم على محور الواي على مركبة مين؟ مركبة الواي أي واي. اللي نلاحظه ان الاي هذا هو يساوي مين؟ يساوي اكس زائد مين؟ الاي. هذه المعادله لما نجمعهم نحصل على المتجه الاساسي، ولما نحلل المتجه اي نحصل على المركبتين، له المركبه على الاكس والمركبه على مين؟ على الواي. جميل. سؤال، هل العباره صحيحه ام خاطئه؟ في النظام الاحداثي محور واي عمودي على محور دائما، ايش رايكم؟ خطا. في النظام الاحداثي هذا اللي امامكم، في النظام الاحداثي اللي امامكم، هل يا ايش رايك؟ الواي عمودي، معلومه هذه قبل شوي، دائما محور واي عمودي على الاكس. عمودي ايش معنى عمودي؟ يعني هذا عندنا الواي وهذا الاكس، تكون بينهم زاويه كم؟ 90 درجه. هذا معنى لما نقول كلمة عمودي. أحسنتم. ننتقل على الشريحة اللي بعدها. هل السؤال هذا واضح لكم؟ صح؟ طيب جميل، ننتقل على الشريحة اللي بعدها. قليل تكلمت عنها، هي عملية تجزئة، عملية تجزئة المتجه مركباته في اتجاه محور X ومحور Y. هنا نلاحظ عندنا اتجاه R، تمام؟ هذه المركبة حقته على الX، وهنا عندنا نلاحظ مين؟ المركبة على مين؟ على الواي. نسوي التحليل أو نحلل أو نجزئ المركبتين على الإكس، مركب الإكس ومركب على الواي، والآر هذه تساوي آر إكس آر واي، تمام؟ هذه عملية التجزئة، أنا جزأتها. طب أنتوا تقولوا لي دحين أنت جزأتها يا أستاذ بدر، لكن كيف قيمة الآر واي وكيف نعرف قيمة الآر إكس؟ تعالوا نشوف كيف نعرف قيمتها.
كيف نحسب مركبات المتنع؟ دائما شوفوا نلاحظ ان المركبة مجاورة للزاوية، للزاوية شوفوا مجاورة، هذه هي الزاوية مجاورة لها الـ AX مركبة الـ X، فنقول تساوي A كوساين ثيتا، المركبة المجاورة للزاوية دائما تاخذ الكوساين، دائما دائما تاخذ الـ AY مقابلة، الـ AY مقابلة للزاوية، فنعطيها مين؟ نعطيها ساين، نعطيها مين؟ ساين، نقول AY تساوي إيه الأصلية مضروبة في ساين ماذا؟ في ساين تيتا، مضروبة في مين؟ في ساين تيتا. طريقة مركبات المتجهات، أعيدها ثاني، ركز معي، نلاحظ هنا عندي الزاوية، الزاوية مجاورة للمركبة، على طول سيأخذ كوساين، نقول إيه كوساين الزاوية، المركبة واي مقابلة، شوفوا مقابلة للزاوية، نعطيها مين؟ نعطيها يعني نقول إيه في ساين A في ساين A في ساين ثيتا. جمع المتجهات جبريا، جمع المتجهات جبريا، إذا كان عندك المتجه بهذا الشكل، إذا كان عندك المتجه بهذا الشكل، نلاحظ أنه عندك هنا مثلث قائم الزاوية، عندك هنا مثلث إيه؟ قائم الزاوية، قائم الزاوية. نقدر نوجد R اللي هو المتجه الأصلي من نظرية فيثاغورس، من نظرية فيثاغورس، R يساوي الجذر التربيعي ار اكس تربيع زائدا ار واي، هذه متى؟ اذا كان ياسي، نحلل كل واحد لحاله، نجزئ، شوفوا الاي حللناه الى اي اكس واي واي، البي حللناه ايضا الى البي اكس والبي واي، السي ايضا حللناه الى السي اكس والسي واي، ثم بعدين ايش نسوي؟ نروح ناخذ المحصله مع اللي موجوده على الاكس، شوفوا اي اكس وبي اكس كلها جمعناها بحصل على ما يحصل على Rx، هو مجموع المركبات على مين؟ على محور X، نروح بعدين على محور Y ونجمعهم اللي هي AY و BY و CY، نجمعهم كلهم مع بعض، نجمعهم مع بعض. أتمنى أنها تكون واضحة الفكرة، هل واضحة؟ طيب مثال، يعني خلوني هنا، يعني قلنا لو كان عندي هذا هو قلنا أول هنا بهذا الشكل، عندنا هنا AX وهنا عندنا أبغى أجيب دحين RX، كيف نحسبها؟ كيف نحسبها يا شباب؟ إيش رأيكم؟ هل راح إيش رأيكم يا شباب؟ إذا كان عندي بهذا الشكل متجهين AX و BX وعندنا هنا CX باتجاه السالب، Rx ماذا تساوي؟ حنقول Ax زائدا البx، لاحظوا معي، ناقص cx. ليش نقصتها؟ لأن cx موجود على الطرف السالب، وهنا موجودة على الطرف مين؟ على الطرف الموجب، واضحة؟ شوفوا هذه كلها موجودة على الموجب، حطيت لها إشارة جمع، لكن السي اكس موجودة على السالب فوق إشارة إشارة سالب، لا تنسون هذه المعلومة. زاوية المتجه المحصل نقدر نوجدها بالعلاقة ثيتا يساوي تان ماينس 1 ار واي على ار اكس، نجيب مقلوب التان نستطيع عن طريق الآلة من شكل تان، يعطينا تان ماينس 1 ونقسم ار واي على ار اكس ونحصل على اتجاه مين؟ المتجه المحصل، او نقول زاويه المتجه المحصل عن طريق هذه العلاقه، عن طريق هذه العلاقه. سؤال، يلا سؤال يا شباب، هل يمكن للمتجه R ان يكون طول؟ اوضح ذلك، جاب جاوب طالع في الرسم، ايش رايك؟ هذا المتجه هل هو مساوي للمتجه A؟ هل ممكن يكون R؟ هل ممكن يكون مساوي؟ ايش رايكم؟ يكون اكبر؟ جميل، اتفقنا. يا سلام، طيب لو كان عندي هذا المتجه A بهذا الشكل، هذا A
ونجد المتجه، لاحظوا معايا بهذا وهذه الزاوية عندنا ثيتا، تكون المحصلة بهذا الشكل. ايش رأيكم؟ شفناها كيف هنا حصلنا. طيب هنا في رقم اثنين ايش رأيكم؟ اصغر ولا مو اصغر؟ دائما في البداية الى نقطة، نقطة في البداية، نقطة البداية الى نقطة النهاية. ريهام تيني طيب كبات المتجهات وجمع المتجهات جبريا. عرفنا كيف نحصل على مركبات المتجهات NX و AY، كيف نسوي لها عملية التجزئة، وعرفنا نجمع المتجهات ما إذا كان هي ايش تكون نضعها بالسالب، نضعها بالسالب. طيب أنا أشكر لكم حضوركم، تكون المعلومة وصلت، واسمحوا لي أن أختم الدرس معاكم بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم.